الدكتور عبد التواب بركات. دكتور، أين دور الأجهزة الرقابية من ارتفاع الأسعار في مصر لهذه الدرجة؟ قبل ما نقول دور الأجهزة الرقابية، أين هو دور الدولة في توفير عناصر ومدخلات الإنتاج كما تفضل ضيفك الكريم الأستاذ إسماعيل؟ الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير الأسمدة بسعر مناسب للمزارعين. تعلم حضرتك أنه تم رفع أسعار الاستماد اليوريا من 75 جنيه في 2013 إلى 165 جنيه الآن، ثم المزارع لا يجدها فيشتريها من السوق السوداء ب 250 جنيه. الجيش المصري بياخد الأسمدة بسعر يقل عن 25% من السعر الرسمي لأنه معفي من الضرائب. الدولة مسؤولة عن توفير التقاوي، تركت دورها في توفير البذور والتقاوي عالية الإنتاج، و يعني جعلت المستوردين يحتكروا استيراد التقاوي. تعلم انه الطماطم بيستوردها لكل الجمهورية 3 أشخاص فقط، البطاطس يتم استيراد التقاوي، كل التقاوي 100% من التقاوي البطاطس يتم استيرادها من خلال 5 أشخاص فقط، والدولة تتواطأ مع هؤلاء المستوردين المحتكرين الكبار المقربين من النظام على حساب المزارع الفقير اللي هو حتى المفروض ان الدولة تدعمه دعما مباشرا ودعما غير مباشر بانها تستلم المحصول بناء حتى على المادة 29 من الدستور، ان الدولة ملزمة بانها توفر مدخلات الانتاج وملزمة ايضا بشراء الانتاج من الفلاح بسعر مجزي يحقق له هامش ربح حتى يستطيع انه يستمر في إنتاج القوت الشعب المصري. الدولة مطالبة بتوفير المبيدات، الدولة مطالبة بأنها تمكن المزارع من الحصول على الأراضي الزراعية الجديدة، كل هذا غير موجود، وبالتالي الرقابة دورها سوف يكون منعدم لأنه أصلا لا يوجد إنتاج. تعلم حضرتك أن إنتاج القمح في عهد الدكتور محمد مرسي كان 20 أرداب للفدان، الآن 12 أرداب للفدان. البطاطس اللي بنتكلم عنها الآن وصل إنتاجية البطاطس في 2013 إلى 20 طن، الآن احنا بنتكلم عن 11 طن إذا كانوا موجودين، وهكذا في الطماطم. الأزمة التي حدثت، أنا أطالب الدولة حتى يستطيع المزارع أن هو يعني يدفع القروض اللي عليه للبنوك أنها تعوضه، وتطالب الشركة اللي استوردت البذور الفاسدة انها تعوضه، وتطالب الدولة التي صدرت هذه البذور انها تعوضه، ثم تحاسب المسؤولين اللي سمحوا بدخول بذور مصابة بالفيروس الى مصر، والمزارع يصرف على الطماطم زراعة وبذور وتقاوي ومبيدات واسمدة وخدمة وري وكهرباء، ثم يحفظ الطماطم ويرميها في الأرض لأن ما جابتش فسائد بنسبة 100%، وهو مهدد الآن بالسجن لأن البنوك بتطالبه بسداد القروض.